خلونا مرة أخرى نعود إلى يمامة مصطفى يمامة وحزب الوفد والافتات. أي يمامة هيظهر النهاردة يطلع من العش عشان يلعب هذه المسرحية نحن له بالمرصاد. آدي أول حاجة، آدي أول حالة، بطلان بين، بطلان بين. قيادات الوفد بدأت تباعا، أمين الصندوق السابق لحزب الوفد هي بدأ يكتب أيضا ويتكلم. أحمد الفكرة بدأت برضه الشهادات تطلع معنا، الأستاذ فيصل الجمال هو أمين صندوق سابق تحدث في المسألة، وده حاجة كويسة جدا وإيجابية جدا يا جماعة. طول ما في ناس بتتحرك كده وفي ناس عندها ضمير وضميرها حي وبتحب البلد وبتحب إن هي ما تسمعش كلام غير قابل للعقل والمنطق وتسيبه يمر كده، لازم يكتبوا ويتكلموا. ده اللي كتبه فيصل الجمال وقال تحذير للمحامي عبد السند يمامة عدم التنفيذ على شقيق مي مازن ببوح جريمة. خلونا ناخد الكلام المهم عشان ألخصه لحضراتكم في كلام السيد فيصل الجمال. بيقول إيه؟ ما زلنا نواجه جرائم التنازل عن أموال الوفد، وهي القصة التي يتصدر بطولتها عبد السند يمامة الذي يتلاعب بحقوق الوفد دون حسيب أو رقيب ودون ضابط أو رابط. وقبل أن نبدأ حكاياتنا اليوم يجب أن نطرح سؤالا مهما. إيه السؤال؟ بيقول كده سؤال جميل جدا، لماذا يصر عبد السند يمامة على الاستمرار في جرائم التنازل عن المال العام المملوك لحزب الوفد دون خوف؟ ويجيب على السؤال فيقول الإجابة بسيطة، الرجل معتاد على هذه الألعاب منذ قدومه لرئاسة حزب الوفد، وهو يعتقد يقينا أنه محامي يلعب بالبيضة والحجر، وأن جرائمه يتم تحصينها بإجراءات قانونية لا يستطيع أحد كشف عورتها. وهنا بقى هنرجع للنقطة المهمة اللي أشار ليها الدكتور أيمن نور عندما كشف بالمعلومات أن هناك اجتماعات عشاء خرجت منها اجتماعات عشاء أخرى، كل اتنين بيجيبوا اتنين ويعزموهم على العشاء. وخلي بالك مفيش عشاء حصل من ضمن هذه العشاءات الكثيرة إلا بوجود عبد السند يمامة. طيب إذن الرجل هناك صفقة، هذه الصفقة تتم بشكل أو بآخر. مين اللي بيتمم هذه الصفقة؟ حضراتكم سيد العارفين من يتمم هذه الصفقة مع عبد السند يمامة. عبد السند يمامة بيحاول يلعب بحزب عريق في مصر وهو حزب الوفد. المرة دي مش زي كل مرة، مش زي مصطفى موسى والجو ده، لا، المرة دي في حزب كبير بيتصدر في المشهد وهو حزب الوفد. إذن الحفاظ على هذا الحزب والغيرة على هذا الحزب مطلوبة من الرجال المخلصين أمثال فيصل الجمال وأمثال الدكتور أيمن نور وأمثال كل من يتقدم بورقة أو بمستند أو بدليل يدين هؤلاء الذين يتلاعبون بحزب الوفد. صحيح. أحمد أيضا الأستاذ فيصل الجمال هو طبعا أمين صندوق سابق في حزب الوفد في المطبخ، وكان يعلم، بيشير إلى واحدة من قضايا الفساد الكبيرة. تفضل. لما نقول لحضراتكم دكتور أيمن يشير أيضا أن في 300 مليون رشة جريئة من النظام ليمامة علشان يترشح، هي تعرفوا ان من اين يؤتى اليمامة، يعني من اين يؤتى الرجل، ان واضح ان قضية الاموال دي قضية اساسية. فيصل جمال بيؤكد في مقاله بيكشف عن قضية فساد كبيرة، ان في احد اشقاء احدى النائبات ذكرها بالاسم وهي النائبة مي مازن، حصل الوفد على 5 احكام قضائية ضد شقيقها، والراجل كتب الارقام بتاعتهم كلها. حصر سوهاج هوت 2023، وادي حصر سواج 2023، يعني دي كلها حضراتكم يعني متهم فيها محمد محمود ابراهيم احمد وشروطه محمد مازن شقيق النائبه مي مازن. القضايا دي كلها خد الوفد فيها احكام حتى من ايام بهاء ابو شقه، وبالتالي بيقول ان دي هذه الاحكام ب5 ايصالات، وجايب الراجل نشر الايصالات دي كلها اموال لصالح الوفد، وفي احكام نهائيه لصالح الوفد. ايه اللي حصل؟ إن هذه الإيصالات ذهبت إلى أيدي رئيس الحزب الأمين على أموال الحزب، وهذه الإيصالات في طرف رئيس الحزب، وبيتكلم النهاردة على جرائم تنازل الحزب عن أموال الوفد. وبيقول أهو، بيقول القصة عبد السند يمامة يسعى لإفساد الإيصالات ومحاولة إثبات عدم وجود علاقة بين الوفد وبين توقيع الايصالات، دي اموال يا اخوانا، اموال حزبيه، اموال عامه يعني. ولذلك قام بعزل ايمن محمد المدير المالي صاحب الحق الوحيد في التنازل قانونا عن الدعاوى ضد شقيق مي بابوح واحالته للتحقيق لاسباب لا يعلمها حتى المحققين ذاتهم. عبد السند لا يبرر حتى الان اسباب تنفيذه لجرائم تسليم اموال الوفد،
والتنازل عنها؟ وما هو المقابل؟ هل هناك مصالح شخصية أم أن هناك ما هو أكبر من المصالح الشخصية؟ تباعا حضراتكم هيبدأ أبناء الوفد، قيادات الوفد، رجال الوفد يطلعوا لعبد السند يمامة كل الحقائق. وعلى فكرة بنتكلم على أحكام قضائية وعلى إيصالات رسمية، يعني بنتكلمش حضراتكم على قضية فساد إنها مثلا معلومات منشورة، لا ده مستندات مثبتة مؤكدة موثقة في محكمة مصرية تؤكد فساد هذا الرجل إلا الآن لهذه الإيصالات في حوزته. هيئة تباعا حضراتكم طالما الأستاذ يمامة أصبح في واجهة المرشحين ومش حاسس حقيقة أنا كثير إن أنا أصفه بمرشح رئاسة، صدقوني والله أنا اتنين في حياتي خدت فيهم أكبر مقلب في الدنيا. فرحت جدا جدا الانتخاب. قيس سعيد في تونس لما تم انتخابه الأستاذ قيس، فرحت جدا الأستاذ نجح الأستاذ والأستاذ قيس وجاء بإرادة شعبية، وهذا الرجل كان يبدو في يعني راجل مدني وكان كلامه جميل. مفيش سنة إلا وأظهرت وجه آخر للرجل أكثر استبدادا من العسكر في المنطقة العربية، وانقلب على الديمقراطية وانقلب على المؤسسة التشريعية والقضائية. هي كانت المقلب الثاني قيس المصري، هو يمامة مصطفى يمامة أو عبد السند يمامة. أنا لما جه الراجل ده برغبة حقيقية من أبناء الوفد وكان أمام بهاء أبو شقة والرجل أسقطه بانتخابات ديمقراطية وجاء ليحقق آمال الوفديين، فإذا به الرجل تقريبا شهرين ثلاثة بدأ يكسر في أحلام الوفديين وبدأ يقصي هذا وبدأ يصعد هذا وبدأ أنه يفصل هذا وبدأ يرتكب مخالفات مالية جسيمة ثم اختتمها بهذه المهزلة الغريبة بصفقة مع النظام ليترشح في الفترة القادمة ليلعب دور موسى مصطفى موسى. أخيرا أحمد في رسالة فيصل الجمال هو بس وجه المقال ده لثلاث شخصيات أنا هقول أساميهم بس سريعا كده. قال لك المقال ده تحذير علني وصريح لثلاث شخصيات وذكرهم بالاسم. الأول هو عبد السند يمام وقال له أنت دلوقتي تملك خمسة أحكام واضحة وصريحة بحبس شقيق مي مازن بابوح وأمامك فرصة أخيرة لإجبارها على سداد 5 ملايين جنيه. ده عندهم كوارث طبعا، عندهم فلوس عايزة تدفع يا جماعة طبعا. يعني 300 مليون هيحلوا لهم مشاكل زي ما هو قال. لما بيتكلم دلوقتي بيقول لك بس أنت لازم تكلم أختك عشان تسدد 5 مليون. يا دكتور عبد السند 5 مليون جنيه كاملة دون نقصان. وبيقول له كمان وعليك البدء فورا في إجراءات التنفيذ. طيب لو ما نفذش قال له أي تقاعس سيزيد جرائمك التي سوف تحاسب عليها مع غيرها من جرائم تسليم الشيكات. لم يحذر عبد السند يمامة فقط ولكن حذر أيضا أيمن محمد وقال له الأحكام الخمسة الخاصة بإصالات الأمانة في الأبتك وأي تنازل منك عن الدعاوى سينقذ شقيق مي بابوح من الحبس لكنه سيضعك أنت شخصيا في دائرة الاتهامات وأنت بلا مصلحة وسمعتك طيبة. تمام الراجل أهو بينصح وبيقول كلام جميل، فلا تضحي بسمعتك لإنقاذ رئيس الحزب من الفضيحة لأنه عند الجد سيقول اعدموا أيمن محمد أو اطرحوه أرضا. والله كلام رائع. طب مين الثالث؟ ياسر حسان. يا ياسر أنت أمين الصندوق وأنا عارف أنك تحملت الكتير خلال الفترة الماضية، حتى أن عبد السند يمامة أخرجك من مكتبك ومنحه لشريف عارف، ولكنني أؤكد لك أن هذه المحنة ستنقضي وستزول ولن يبقى إلا السيرة والموقف المحترم، وأنت المسؤول عن الحفاظ على أموال الوفد، عليك منع تسليم ما تبقى منها. وأترك رسالة فيصل الجمال للوفديين لعطوان. لا أحمد، هي تباعا هتظهر أوراق ومستندات ويظهر عبد السند بوجهه الحقيقي حقيقة، سواء وجهه في الفساد السياسي أو الفساد المالي. وادي أبناء الوفد بيخرجوا له أحكام قضائية باتة لإحدى النائبات المحسوبات على الوفد وشقيقها إيصالات أمانة لصالح الوفد 5 مليون ولم يحصلهم.